أهلا بكم أعزائي تلاميذ الأولى بكالوريا الشعب الأدبية ومسالكها. في هذه الحصة إن شاء الله سأقدم لكم حلا مفصلا لإحدى الامتحانات الجهوية لمادة الرياضيات، وبالضبط الامتحان الجهوي لجهة الرباط صلاة القنيطرة لسنة 2018، الذي من خلاله سنرى مجموعة من التقنيات والطرق البسيطة التي ستمكنكم وبدون شك إن شاء الله من الحصول على معدل جيد في الامتحان الجهوي لهذه السنة. فالامتحان الجهوي لمادة الرياضيات لجهة الرباط صلاة القنيطرة يتكون من 4 تمارين، إلا أننا في هذه الحصة إن شاء الله سنعالج فقط تمرينين. هناك التمرين الأول والتمرين الثاني المتعلقين بالحساب بمجال الحساب العددي. إلا أن الجديد، وكما تعلمون أعزائي التلاميذ، أنه قد تم تعميم المسالك الدولية في بعض الجهات، لذلك ارتأيت إن شاء الله أن أقدم لكم ترجمة لهذين التمرينين باللغة الفرنسية. إذن أولا السؤال الأول: résoudre dans R l'équation suivante 2x au carré moins x moins z égale à 0. يعني حل في R المعادلة التالية. بالنسبة للسؤال الثاني: حل في R المتراجحة التالية. résoudre dans R l'équation suivante. Dans le sujet suivant, حل في R aussi un énigme التالية. Donc résoudre dans R2 le système suivant. بالنسبة للتمرين الثاني، يقول يتكون قسم من 40 تلميذا من بينهم 16 من الإناث، حدد النسبة المئوية للذكور بهذا القسم. فترجمة هذا التمرين هي كالتالي: une classe de 40 élèves comporte 16 filles. Déterminer le pourcentage des garçons dans cette classe. إذن على بركة الله نمر لحل التمرين الأول. Solution de l'exercice 1. إذن أولا: résolvons l'équation suivante. إذن فالسؤال الأول هو حل المعادلة، حل في R المعادلة التالية. إذن من أجل حل هذه المعادلة نستعمل دائما طريقة الدلتا. طريقة المميز دلتا بي أوس اتنان ناقص 4 أس. إذن غنعطيكم واحد الرابيل إن شاء الله، واحد التذكير حول هذا المميز هذا وهذه الطريقة هذه. إذن رابيل ليكواسيون دو سكوند دوغري سي كري توجور سو لا فورم ا إكس أو كاري بلوس بي إكس بلوس سي تيكال زيرو. إذن المعادلة من الدرجة الثانية دائما تكتب على هذا الشكل، يعني كتلاحظوا بأن ديما كتكون فيها إكس أوس اتنان. x أوس اتنان زائد بي إكس زائد سي كتساوي صفر. يعني فين ما كانت عندكم شي معادلة بحال على هذا الشكل هذا خصكم تطبقوا عليها دلتا. كيفاش غادي نطبقوا هاد الدلتا هادي؟ إذن هنا اش غاديروا؟ غتحطوا لا فورم الشكل ديال المعادلة ديالكم، الشكل العام هو هذا ا إكس أوس اتنان زائد بي إكس زائد سي. من بعد غادي نحطوا الشكل ديال المعادلة اللي عندنا في المثال ديالنا هاي. إذن ا إكس أوس اتنان غنحطوا قدامها اتنان تحت منها اتنان اكس أوس اتنان، بي اكس غنحطو تحت منها ناقص اكس، من بعد سي غادي نحطو ناقص واحد، لأن هنا كاين ناقص واحد، مفهوم؟ إذن غادي نستنتجو بأن ا كتساوي اتنان، إلا قارنتو هنايا إلا قارنتو هاد الكتابة هادي مع هادي، تلاحظو بأن ا كتساوي اتنان، مفهوم؟ إلا قارنتو عاوتاني هاد الكتابة مع هادي، هاد الكتابة هادي مع هادي، غتلاحظو بأن بي القيمة ديالها هي ناقص واحد. وهنايا سي كتساوي ناقص واحد، مفهوم؟ إذا غادي نجيو هنا ألوغ دلتا، إذا ومن هو دلتا حالا تساوي دابا غنعوضو أ مع بي مع سي بالقيم ديالهم، غنعوضو هاد بي هادي بالقيمة ديالها و أ و سي. إذا دلتا غادي تساوي ناقص واحد و سي اتنان ناقص ربعة في اتنان في ناقص واحد، مفهوم؟ لأن بي كتساوي ناقص واحد هنايا، هي مكتوبة هنا، غنديرو في بلاصتها ناقص واحد. و أ غنحطو بلاصتها اتنان، و سي غنحطو بلاصتها ناقص واحد. إذن هنا ناقص واحد و سي اتنان هي واحد. هذا هو الخطأ اللي مخصكمش ترتكبوه، لأن أغلبية ديال التلاميذ كيرتكبو هذا الخطأ هذا. ملي كتكون هنا ناقص مع أوس اتنان كتحيد هذا الناقص، كتولي واحد في هذه الحالة. إذن ناقص واحد و سي اتنان هي واحد، بحال عندك هنا واحد و سي اتنان. هنا كتعطي الأولوية دائما للضرب، مفهوم؟ حتى كنحسبو هاد الجداء عاد كنشوفو العملية اللي غنديرها من بعد. إذن هنا كتلاحظ معايا بأن ناقص 4 في 2 هي ناقص 8، إذن في ناقص 1، إذن ناقص مع ناقص هي
زائد اذا انا تعطينا الدلتا هي 9 واحد زائد 8 هي 9 بويسكو دلتا يسوبي ستريكتومون سوبيور ا زيرو بما ان الدلتا اكبر قطعه من صفر اذا الوغ اذا ملي تكون دلتا اكبر قطعه من صفر كتنتج بان ماذا ان اكس واحد اذا المعادله كيكون عندها جوج ديال الحلول اذا اكس واحد كتساوي ناقص بي ناقص جي درمو بعد دلتا على اثنان ا ديال العلاقه باش كيتحسبوا اذا في هذه الحاله غتعوضها ثاني ب بالقيمه ديالها اللي هي ناقص واحد غتكون هنا ناقص مع الناقص مفهوم لان بي القيمه ديالها هي ناقص واحد دونك هنا اللي غدير ناقص ناقص ديال العلاقه مع القيمه ديال بي اذا اللي هي ناقص واحد ناقص جي درمو بعد 9 اذا غتلاحظوا بان هنايا ناقص مع الناقص هي زائد اذا واحد جي درمو بعد 9 هي 3 2 في 2 هي 4 اذا غتولي هنا واحد ناقص 3 هي ناقص 2 على 4 اذا هنا غتعطيكم ناقص 2 على 4 ممكن لكم تختزلوا هنايا اذا غتولي هنا ناقص 1 على 2 ثم بالنسبه لكم راه الاختزال غير مهم ممكن تختزلوا ممكن ما تختزلوش ان سواء اختزلتوا ولا ما اختزلتوش دائما الجواب كيبقى صحيح الا وصلتي لهذه المرحله هذه اذا اكس 2 و اكس 2 اكس 2 اذا ناقص بي زائد جي درمو بعد دلتا على 2 اذا هنا اشنا هو الفرق ما بين هذه العلاقه وهذه غير هذه كيكون فيها زائد والاخرى يكون فيها ناقص اذا هنا التلميذ خصو يكون ذكي خصك تعمل معاها بذكاء باش تجاوب عليها اذا هنا مادام جاوبتي على الاخرى غتستنتجها انطلاقا من هذه اذا هنا غتجي لهذه المرحله هذه اللي هي واحد ها هي غتبقى واحد يعني هنا غتكون زائد 3 مفهوم على 4 اذا واحد زائد 3 هي 4 مقسومه على 4 هي 1 دو ومنه يعني باللغه العربيه اس اذا مجموعه الحلول ديال المعادله هي 1 و ناقص 1 على 2 مفهوم اذا هنا بزاف ديال التلاميذ كيطرحوا واحد التساؤل تيقول لك استاذ مثلا اشنو ممكن نسبقوا واش هذا ولا هذا بحال بحال هنا في هذا الحال بحال بحال لان هما عباره عن حلين لنفس المعادله اذا باش ما بديتي بواحد ولا بناقص واحد على جوج سي لا ميم شوز يعني بحال بحال مفهوم اذا غادي نمروا باش نعالجوا السؤال الثاني حول المتراجحه ريزولفون لينيكواسيون سويفونت هنا متراجحه مفهوم اذا هنا دابخي لا كيستيون بريسيدونت حسب السؤال السابق لي سوليسيون دي ليكواسيون 2x او كاري موان x موان زد تيغال ا زيرو سونت ان اي موان اي موان زان دون نشرح لكم بالعربيه اذا حسب السؤال السابق كتلاحظي بان المتراجحه اللي عطاكم يعني تقريبا نفس التعبير ديال المعادله اللي حليناها في الاول مفهوم اذا غادي اذا ضروري غادي نخدموا بدوك الحلول السابقه مفهوم اللي هما لقينا فيهم واحد مع ناقص واحد على اثنان غنخدموا بهم من بعد غادي نديروا لو طابلو دو سين جدول الاشاره حيت انتم كتعرفوا بان دائما المتراجحه من الدرجه الثانيه كدي لها جدول الاشاره مفهوم اذا هذا جدول الاشاره كيتوضع على الشكل هذا كتكون فيه جوج لينين جوج ديال الاسطر هذا السطر هذا مع هذا كتكون فيه هاد لا كولون مع هاد لا كولون يعني هاد العمود وهاد العمود مفهوم هنا كدير اكس هنا كدير موان لانفيني هنا بلس لانفيني مفهوم هنا كدير الحلول ديالك حسب الترتيب ديالهم اصغر الاكبر هنا ناقص واحد على جوج هي اللي صغيره غتحط هنا وهنا واحد غتحط من بعد منها مفهوم لان واحد كبر من ناقص واحد على جوج هنا غادي تحط هذا التعبير هذا اللي عطاوك هنا مفهوم ديما كتحط هذا صافي اذا هنا القاعده اللي كتطبق هنا كتمشي لهنا بين الصفرين هنايا حيت هنا كتحط الصفرين علاش كنحطوا هاد الصفرين لان هادو حلين ديال هاد المعادله ديال هاد لان هاد واحد مع ناقص واحد على جوج كيكونوا حلول ديال هذه المعادله هنا الا درتي هنا كتساوي صفر يعني دائما كيكونوا هاد الحلين هادي ناقص واحد على جوج مع واحد هما حلين ديال المعادله السابقه مفهوم اذا هنا عكس اشاره ا في هذه الحاله هي اثنان موجبه اذا غدير هنا ناقص وهنا زائد وهنا زائد مفهوم من بعد ملي غتبغي تستنتج الحل ديالك دونك اذا اس مجموعه حلول المتراجحه في هذه الحاله هي مجال شنو هو هذا المجال هذا يعني غادي نركزوا هنا على الرمز اللي عطاونا هنا عطاوك اصغر قطعه اذا اشاره سالبه غنبحثوا على المجال اللي فيه اشاره سالبه الاشاره السالبه محدده بالعددين بهذا المجال المحدد ما بين واحد او ناقص واحد على اثنان اذا هنا غادي نديروا اس كتساوي المجال المفتوح ناقص واحد على اثنان واحد هنا علاش المجال مفتوح لان عطاوك هنا قطعا مفهوم اذا ان شاء الله غادي نمروا للسؤال ثلاثة ديال النظمة
ريزولفون دون ار دو لو سيستيم سويف، يعني لنحل في رؤسيتنا النظمة التالية، النظمة اللي تعطات لكم هي هذه، مفهوم؟ اون اذا غادي نستعملوا، اذا هناك عدة طرق باش تجاوبوا على النظمة ديالكم، يعني حسب يعني داكشي اللي قريناه في السنة الماضية او في الثالثة اعدادي. اذا قرينا ثلاثة ديال لي ميثود، مفهوم؟ ثلاثة ديال الطرق، هناك طريقة التعويض، وهناك طريقة التآلف الخطية، وهناك طريقة المحددة. إذا أنا كنصحكم باش ديروا هذه المحددة هذه، لأن لا تضبط على التلميذ، هي كتكون بسيطة جدا ومختصرة للوقت. إذا أنا نشرحها لكم دابا. إذا ديتيرمينو ملي كيعطيك بحال هذا النظام هذا، اش كدير؟ أول حاجة كتحط واحد ديتيرمينو، هذه كتسمى ديتيرمينو، محددة دي كتساوي، كدير هنا جوج ديال الأعمدة، كتحط هنا كتشوف إكس فين كاين، ها هي إكس. إذا المعامل ديالها هنا هو واحد، المعامل ديال إكس هنا واحد، كتحط واحد مع واحد. هنا المعامل ديال إيكغيك هنا هو ناقص واحد، غتحطها هنا. المعامل ديال إيكغيك هنا العدد اللي كان موراه هو اثنان، مفهوم؟ إذا غدير هنا ناقص واحد اثنان، هنا غدير بحال القاعدة الثلاثية. إذا شحال غتساوي هادي؟ هي هاد العدد هذا واحد في جوج، مفهوم؟ ناقص، كدير واحد ناقص هنا، ودير هذا في هذا، مفهوم؟ إذا في هاد الحالة غتكون واحد في اثنان ناقص واحد في ناقص واحد. هنا عاوتاني خصكم تركزوا، لان الخطا كيديروه التلاميذ بزاف، مفهوم؟ يعني دائما الاولويه كتعطى للجودة، يعني نحسب بعدا الجودة عاد نفكر نشوف اش غندير من بعد. اذا واحد في اثنان هي اثنان، ناقص واحد في ناقص واحد هي واحد، اذا اثنان زائد واحد هي ثلاثة، مفهوم؟ غادي نمشيو للمحددة الثانية اللي هي المحددة المرتبطة بالمجهول اكس. فين كاين المجهول اكس؟ ها هو. اش كنديرو؟ هادوك المعاملات، دوك الاعداد اللي كاين المورا اكس في هاد الحاله اللي هما واحد واحد، غادي يتبدلوا بماذا؟ بهاد الاعداد اللي عندنا هنا، مفهوم؟ اذا غادي نحط في بلاصتهم، في بلاصه واحد واحد غندير واحد سبعه، وهادو غنحتفظوا بهم كيما هما. اذا غتولي عندك المحدده ديالك هي واحد وهي واحد سبعه ناقص واحد اثنان. غندير نفس العمليه اللي درتها في السابق بحال القاعده الثلاثيه، واحد في اثنان ناقص سبعة في ناقص واحد، واحد في اثنان هي اثنان، ناقص سبعة في ناقص واحد هي زائد سبعة، حيت ناقص في ناقص هي زائد، اثنان زائد سبعة هي تسعة. غادي نمرو دابا المحددة المرتبطة بالمجهول إيكغيك. إذا إيكغيك كتساوي ماذا؟ المحددة ديالها كنشوفو المعاملات فين كاين إيكغيك، هما هادو ناقص واحد مع اثنان، شتيهم؟ ناقص واحد مع اثنان، هادو غيتبدلو بماذا؟ بهادو، بواحد سبعة. إذا غنحتفظ دابا واحد واحد، نحتفظو بهاد المعاملات، ولكن هادو غادي يتبدلو، غيولي في بلاصتهم واحد سبعة. غندير نفس العملية، واحد في سبعة ناقص واحد في واحد، واحد في سبعة هي سبعة، ناقص واحد في واحد هي ناقص واحد، سبعة ناقص واحد هي ستة. دونك إذا إكس القيمة ديال إكس بسهولة هي دي إكس على دي، مفهوم؟ دي دو اكس القيمة اللي لقيناها في دي اكس هي تسعة، إذا غندير كتساوي تسعة مقسومة على ثلاثة، إذا هنا إلا اختزلتي غتلقى ثلاثة، مفهوم؟ إيكغيك دي دو إيكغيك على دي، إذا شحال غتساوي؟ دي دو إيكغيك هي ستة، لقينا فيها ستة، دي لقينا فيها ثلاثة، إذا ستة على ثلاثة كتساوي اثنان. ومنه ألوغ مجموعة حلول النظمة هي الزوج، يعني اس كتساوي بين معقوفتين او بين اللامتين، كنديرو هنايا الزوج ثلاثة بلاصة القيمة ديال اكس هي الاولى عاد القيمة ديال ايكغيك، مفهوم؟ هذا هو الحل ديال النظمة اللي عندكم. اذا غادي نمر ان شاء الله باش ندير لا سوليسيون ديال ليكزيرسيس دو. كالكيلون لو بورسونتاج دي غارسون دون سيت كلاس، غابيل غنعطيكم واحد لو غابيل، مفهوم؟ واحد التذكير على النسبة المئوية، على البورسونتاج. سوا او اي ا دو زونسومبل فيني تيل كو ا ايت انكلو دون او، لو بورسونتاج دو ا دون زو اي دوني بار لا رولاسيون بي نومبر دي ليمون دو ا ديفيزي بار نومبر دي زيليمون دو او فوا 100. غنشرح لكم بالعربية. إذن إلا عندك جوج ديال المجموعات او، مثلا واحد المجموعة او مع ا، جوج مجموعتين منتهيتين يعني العدد ديال العناصر ديالهم معروف من الاول، مفهوم؟
وتكون مثلا وحده فيهم ضمن وحده اخرى، يعني كتكون مجموعه كبيره ومجموعه صغيره. النسبه المئويه التي تمثلها ا في المجموعه ا هي فقط عدد عناصر ا مقسومه على عدد عناصر ا ضارب 100. وهادشي اللي غنطبقوا ان شاء الله في هاد التمرين ديالنا، مفهوم؟ اذا الا طبقنا هادشي حنا شنو عاطينا في المعطيات؟ عاطينا قسم فيه 40 تلميذ، اذا ممكن نعتبروا ان القسم هو او، مفهوم؟ 40 تلميذ، اذا نعتبروا المجموعه او هي القسم، ونعتبروا المجموعه ديال تلاميذ الذكور هي ا، مفهوم؟ اذا باش نكالكوليو لو بورسونتاج، باش نحسبوا النسبه المئويه، شنو خصنا نحسبوا بعدا؟ دونك غادي نحسبوا لو نومبر دي زيليف، مفهوم؟ هذه طريقه الاولى. اذا بغينا نحسبوا لو نومبر دي زيليف، عدد التلاميذ، لما نعرفوا عدد التلاميذ راه ساهله، غنديروا العدد ديال التلاميذ اللي كاين في القسم ناقص العدد الاناث، 40 ناقص 16 هي 24، مفهوم؟ اذا النسبه المئويه اللي كتمثلوها الذكور في هذا القسم بسهوله هي العدد ديالهم اللي هي 24 مقسومه على 40 ضارب 100. اذا درتي عمليه حسابيه او اله حاسبه غتلقى 60 في المئة، مفهوم؟ الطريقه الثانيه دابا دوزيام ميثود. اذا الطريقه الثانيه علاش غادي اش غندير؟ كالكيلون تو دابور لو بورسونتاج دي في دون سيت كلاس. ممكن مثلا نحسب مثلا النسبه المئويه للاناث في هذا القسم. اذا انا عارف العدد ديال الاناث هو 16، وعارف العدد الاجمالي ديال التلاميذ ديال القسم هي 40، اذا غادي ناخذ 16 ونقسمها على 40 ونضربها في 100، غتولي هنا 40 في المئة. اذا درتو عمليه حسابيه غتلقاو هنا 40 في المئة، مفهوم؟ الوغ لو بورسونتاج دي غارسون اي، كما كتعرفوا بان مجموع النسب المئويه هو 100%. اذا الا بغينا النسبه المئويه ديال الذكور غادي نديرو 100% ناقص 40% وتعطينا 60%. كتلاحظوا معايا بان لقينا نفس النتائج، لقينا 60% باستعمال الطريقه الاولى و 60% باستعمال الطريقه الثانيه، مفهوم؟ اذا نكون اذا بهذا نكون قد وصلنا الى نهايه هذه الحصه، وانصحكم ان شاء الله بدائما الاطلاع على هذه المواقع الالكترونيه من اجل دائما التوصل دائما بالجديد الذي انشره في مواقعي الالكترونيه. Je vous remercie pour votre attention. اشكركم على حسن انتباهكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حصة قادمة مع تصحيح ما تبقى من الامتحان الجهوي 2018 لجهة الرباط سلا القنيطرة.